كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. اهلا بيكم في حلقة جديدة ومعلومة جديدة على الفطار. معلومة النهاردة عن حاجة تعتبر من اهم رموز رمضان، حاجة كلنا بنحبها وبنستناها مع الشهر الكريم. واو، ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ عبارة عن فواكه مجففة بناكلها أو بنشربها على الفطور، كلها فيتامينات ومعادن بتعوضنا عن يوم صيام طويل. وإن كلمة خشاب في اللغة التركية بتتقال على التمر منقوع، وفي الفارسية بتتنطق خشاب بمعنى العصير أو المشروب. صحيح إن الخشاب بداية ظهوره كانت في العصر العثماني، لكن لما وصل لنا هنا مصر سميناه يميش. اسم مصر أصيل من العصر الفاطمي، يعني فواكه الجف، وكان ليه أسواق مشهورة بتبيعه، أشهرها كان موجودة في دمشق. لكن بمرور الوقت وصوله لمصر أصبح مشروب مصري خالص، والمصريين حطوا عليه التاتش بتاعهم. فبعد ما كان بيقتصر بس على التمر والزبيب باللبن، ضافوا ليه أنواع كتيرة جدا من الفواكه الجافة زي التين والخوخ وغيرها. الخشاف مع اختلاف مسمياته وإضافاته، إلا أنه بيفضل من أكتر المشروبات المرتبطة برمضان، واللي أول ما بنشوف مكوناته بدأت تظهر عند العطارين بنبتدي نحس بروائح رمضان الحلوة. وبكده تكون انتهت سلسلة معلومات على الفطار اللي استمرت خلال أسابيع شهر رمضان. نتمنى يعود علينا جميعا بكل الخير، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. وقولولنا في التعليقات ايه تاني مشروب بتحبوه.